اهلا بكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج يوتور مع بلال. يوتور اليوم ضيفنا بما انه جبنا ضيوف فنانين مطربين ممثلين يعني بلوجرز. هسه اليوم اجى وقت انه نستضيف فئه اخرى من الفنانين. اليوم ويانا شاعر مهم جدا جدا جدا، شاعر غنائي ضروري نتعرف عليه أكثر، كلكم تعرفوه، وبس إحنا بدنا نأخذ زاوية ثانية من حياته اليوم نناقشها وياه ونستمتع بالحديث وياه، وأكيد كلكم راح يعني تتفاعلون ويا هذا الشاعر، لأن هذا الشاعر كلماته ماكو عراقي ما مرت عليه هاي الكلمات، كل العراقيين يعرفون كلماته، ودائما كلماته بكل مناسبة لازم تكون موجودة لأنه كلمات مهمة جدا. طبعا هسه راح نتصل بالشاعر المهم، جزء من صوته تعرفوه يعني، جزء البعض يعرفه من صوته يعني، المفروض أعرفك من زمان. زين، ألو حبيبي، شلونك أستاذ؟ ألو بلال، شلونك؟ يمكن أنت ذاك، أنت دا أشوفك يمكن، أي بس نظاراتك شوية مغيرة اللوكيشن. يلا يلا تعال. اي 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 اقول لك يلا تعال، حتى الناس انا لحد الان ما قلت اسمك، هسه راح الناس يريد نعرف يعرفوك من الصوت لو لا. يلا تعال. يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ ضياء الميالي، الشاعر الكبير المهم. انا قبل شويه دا احكي ويا الناس، بدي اقول لهم جبنا لكم شاعر موجود بكل بيت، كلماته ماكو واحد ما مغنيها. الحمد لله، صح لو غلط؟ والله شوف، هي نسبه كبيره من الصحبي الجمله هاي، يعني تدري انت الاغنيه صارت متناول اسماع الكل يعني، اي وبيوت الكل، فاكيد موجود ب اي باغلب البيوت اللي لها علاقه بالاغاني تسمع اغاني. جيد، ننطلق. يلا راح نروح المكان شوي بعيد عن المدينه، ضوضاء المدينه. شاعر يحب هاي الاماكن اللي بيها طبيعه، اللي بيها. انا احب وين ماكو خضار اي وناس طيبه ومي تدري، انا قلت الشاعر العربي يقول الماء والخضراء والوجه الحسن. ايه اكيد هاي متطلبات للواحد يكون مزاجه معتدل يعني. زين نبلش، انا اريد المفروض احنا دائما بالبرنامج عفوا نبلش من الطفوله، بس انا هسه ما راح ابلش من الطفوله. ايه راح ابلش من الاسرار. الحزام ما يا عم تعذروني. طبعا الواحد اكيد لازم من يصعد بالسياره ذكرتنا السياره انه نربط الحزام، لانه واحد صح طريقه يخلي نفسه للامان. طبعا شنو السر بكلمات ضياء الميالي؟ شوف انا باعتقادي انه السر بكلمات اللي كتبتها طوال فتره شغله بالاغنيه هو الطموح. الطموح لشنو؟ الطموح انه اشوف الناس تردد اللي انا كتب، الفرح من القالي من نلقى كلامي الى تاثير ايجابي على الناس. زين الفرحه من اشوف الناس ترقص وتردد بكلامي، هذا طموح انه انا اوصل لاذهان الناس ولذاكرتهم. حلو. يعني هسه احنا من انا وياك نسولف عن الاشياء اللي مثلا اغنيه معينه انت حافظها لضياء الميالي، راح تقول لي انا سمعتها بفلان مكان، والله شلون ذكرتني بايام وكذا واشياء. صح. فهذه تنطبع بالذاكره بالاحداث لانه هي مرافقه لاحداث زين معينه. زين هذه على الصعيد خلينا نقول الطبيعي. نعم. هوايه شعراء كتبوا اغاني وترددت. وترددت نعم. بس مال شاعر يكتب اغنيه بالمناسبه الوطنيه تشتغل. نعم. بالمناسبه الرياضيه تشتغل. نعم. بالمناسبه بالاعراس تشتغل. كلها الحمد لله يا عراق يا عراق ترجع شيء اكيد. شنو هاي الكلمات اللي شنو السحر بهذه الكلمات؟ والله بلال احكي لك ان شاء الله. اريد اعرف قصتها هاي الاغنيه. هاي قصتها انه جاني الفنان احمد المصلاوي بوقت، طبعا اكيد طبعا سلام وتحيه للدواق
الراقي احمد المصلاوي اراد من عنده انه يكتب له اغنيه وطنيه. بتدري بذاك الوقت يعني احنا مخبوصين وماكو مجال انه تقعد بينك وبين روحك تفكر لك بشيء زين، شيء فوق شيء والامور تمشي يعني. اي من قال لي احمد اريد اغنيه وطنيه؟ انا عندي الاغنيه الوطنيه اخر ستوب يعني، اها لازم ارست، لازم اصفى القضيه اسمها كتابه اغنيه وطنيه للعراق. يعني مو مثل اي اغنيه؟ لا ابدا، هذه لها اجواها الخاصه بلال. زين يعني اقعد اكتب اي اغنيه عادي وين ما كان هسه، وين ما امشي وين ما ممكن اكتب، تجيني فكره اكتبها صح. لكن اغنيه من تخص بلدي العراق اكيد راح يكون لها اجواها الخاصه، لها طريقه كتابتها. بيا دوله كتبتها؟ انا بسوريا كنت ابوك. سوريا بيا حنين، بيا حنين اكو. اي طبعا اكو قضيه مهمه انه سوريا ايضا احتضنتنا ولمتنا طبعا فتره طويله وسنوات. اي فبسوريا كتبت اغلب الاغاني الوطنيه اللي كانت بحق العراق. يعني عراق ترجع شيء اكيد بحيلك، قلت لك جاني احمد المصلاوي وطلب مني انه اكتبها، فظليت شو اسوي حتى الاغنيه ما تعيش فتره يوم او يومين وتنتهي او مرحله وتنتهي. فكرت بمفرده انه العراق يرجع. يعني بذاك الوقت كانت امور متداخله واشياء وايد، وضع العراق كان كلش جدا متعب يعني. فسويت العراق ترجع شيء اكيد بحيلك ويضحك نهارك يا وطن ويلي لك الله. المهم انا عندي المقطع اللي كلش احبه بيها، ما عدنا غيرك وانت تعرف بينا، الله كم غالي لاجلك، كم عزيز انطينا. وبالتالي الحمد لله يعني الاغنيه كزبر يجي شيء الكلمات يعني الحمد لله والله. اي بلال اغنيه تخص بلدك اكيد تكزبر جدا، وهيك تعصر قلبك زين. هاي نفس اللي كنت انا الشعور اللي انت بي حسيته من كتابه الاغنيه. زين اريد اعرف عندك اعتراض على الكلمات اللي بدها تنكتب خلينا نقول موجه الاغاني الوطنيه اللي صارت حاليا يعني؟ الفترة الأخيرة أنا باعتقاد أنه ما صارت أغنية وطنية بالمعنى الحرفي لعد، يعني إذا تصير أغاني يعني ماشي حالها، بس أغنية وطنية بقيمة الأغاني الوطنية اللي كنا نسمعها بالسابق ماكو. أنا ما داحش عن كتاب ضياء الميالي، أنا العفو داحش عن مجمل الحالة قبل ضياء وبفترة ضياء والأغاني اللي انكتبت لانه اكو شيء العراقي يهمك. حاليا انت متنزل اغنيه، صور انا يوم من الايام عندي بحسابي نزلت، مو بحسابي العفو، نزلوا باحد الحسابات اللي بيجات على الانستغرام زين، اغنيه غناها الفنان ستار سعد عن العراق زين، ففاتت الناس هاجمت الاغنيه. ليش؟ بالتعليقات طبعا، ما اقول لك انه هو اكو ناس، انا باعتقادي انه اكو ناس امراض نفسيه او جيوش مجيشه لحاله الاساءه زين للعراق. انا ما اقول الاغنيه شيء بسيط، لكن العراق هذا الشيء العظيم الناس تحاول تسيله زين. يا وطن احنا شفنا من العراق، احنا شفنا من كذا، احنا شو تغنون على العراق؟ لا شنو غني؟ اي والله العظيم هاي التعليقات. يا حبيبي انا قلت لهم اذا كان العراق بالنسبه لكم مجرد وطن او بيت تسكن بيه وترتاح او ما ترتاح، فهي قضيه تدل على سطحيه العقول والتفكير. طبعا لا، العراق بلد باهلك ناسك بهواك اللي تنفسته من طفولتك بشمسك اللي تدفيك بحياتك صح، امورك تاريخك حاضرك ماضيك كل صح، فكل الاشياء بالعراق زين. انت ما يصير انه تتنكر للعراق والله شنو، ثم العراق ترى العراق عباره عن ارض وسماء وحياه، لكن الاشياء اللي تخرب هذا او اللي وصلت لك هذا الاحساس هو الناس مو زين زين مو البلد. هسه شوي نرجع راح نلوم، هسه نجي احنا مو نلوم نستفهم
ضياء الميالي ونصرة البدر نعم أسسوا مدرسة بالغناء نعم من ناحية الشعر والألحان نعم صح لو لا؟ تمام انتوا جيتوا فترة كانت الأغنية اللي يريد يغني يروح ضياء ويلحن نصرات خلاص أغنيته وصلت هذا هو نجح اي تعتبر نوع من الضمان انه اي من الضمان على وش ادوخ روحي اخذ من ضياء ويلحن لي نصرات وخلاص تمشي الأمور تمشي الأمور وخوب ذا يخرجها رأفت بعد خلاص هاي قبلت اي تمام اي تمام اكو ناس تقول انتوا أذيتوا الأغنية العراقية نعم انا اريد رد واقعي شوف انت يعني خلينا نكون حقيقيين اي احنا ما كنا ملائكه بالمعنى العام يعني أي. احنا ناس بشر صح فتصير عندنا اشياء قمه بالروعه وتصير عندنا اشياء عاديه اي لكن احنا انه نقصد نسيء لاحد او نسيء الاذن احد او الذوق احد لا أي. ابدا ما جاب بالنا هذا الشيء زين فهي يعني تصير اشياء ممكن انه واحد يقول عليها كلمه بس انا هسه للتاريخ اي راح اقول لك على شغله زين لو انت تجيب اللهجه العراقيه اللي كانت بالاغاني السبعينيه اللي هي الفتره الذهبيه أي. حسب ما يصنفوها الاغلب يعني الاغنيه العراقيه زين وتطرحها للمتلقي العربي اي راح يستوعبها صعب صعبه طبعًا. لان احنا اكو عراقيين ما يفهمون يعني اذا نقول مثل خيط السمك روحي مثلا يعني هاي شلون هذا الموضوع أي. انا ما بامكان اخاطب اذن المتلقي العربي اي بنفس مخاطبتي للمتلقي المحلي زين. اللي هو ابن البلد ويعرف تفاصيله ويعرف مفرداته انا من اوجه اغنيه انه تنتشر عربيا أي. علي ان ابسطها حلو حتى تكون واصله للإذن العربية لفهم الإذن العربية زين زين أنت من تجي تقول قلب قلب وين وين غايب عليه أو بس بسمية وهم يسموها أي. نوع من الإساءة ويضحكون على الكلمة بس بسمية على فكرة يعني للتاريخ أي. هذه البس بسمية مو أنا اللي قايلها أنا هاي إضافة يعني. هاي إضافة من ضمن من الملحن هاي بيها جذب بيها تسويقي يعني. طريقة نصرة ما له علاقة المهم الكلام هسه أنت تلقاه لعيب قلب قلب وين غايب عليه يومين لا تغيب أكثر حبيبي خاف أموت من الحنين ما بيها شيء إساءة لا للذوق ولا هي اللي أذت الأغنية مو اللي أذتها وإنما اللي تركت مساحة للتنمر على الأغنية كلمة بس بسمية يا حبيبي مو هي صارت بالدليل إنه سببت بانتشار الأغنية كلها أي هو هذا التسويق هذا يا أخي أنت هسه أوكي بس هي مو إساءة بس ما أنا أريد اليوم الناس زين ليش ما حد يلوم المصر مثلا مع احتراماتنا لإخواننا المصريين مثلا من يطلع يقول بحبك يا حمار شو صح. إحنا يعني هسه إحنا دا نحكي يعني بس يوم مفردة يقولها واحد كان عيونه عيون بزونة أو شيء أو تيجي تشبه أنت بالبزونة أو القط يعني تقول له بس بسمية وطفل زين أوكي ليش تحسبها علي غلطة ما هي ترنيمة زين يعني أكو أغاني هو ترنمنا بيها وحزار. أنا أريد نحكي بالزاوية اللي هي هل إنه كان التسويق للأغنية ذيك الفترة يعني متجدد ما فهمت السؤال يعني استخدم نصرة أو خلينا نقول ضياء استخدموا أساليب جديدة لتوصل الأغنية حتى توصل طبعا شوف خلي أحكي لك احنا بعد بالمناسبة ترى بس بسمية المغرب العربي العالم أنا أسافر ناس ما يعرفون شنو المكتوب يغنوها يردوها شوف خلي أحكي لك احنا بعد 2003 او قبل 2003 كان العراق اكو عليه حصار اقتصادي وثقافي وهاي شغلات صح فكانت الاغنيه العراقيه من ضمن اللسته مالت الحصار يعني احنا ما نقدر نوصل يعني اغنيه المطرب العراقي ما تنتشر بالدول العربيه بس انتجنا اغاني رهيبه كانت المهم بالتسعينات انتجنا اغاني رهيبه ومهمه بس ما انتشرت ليش ما لانه انتشرت. اكو حصار على الثقافه العراقيه اكو عزل وراها اجينا احنا صار هذا الانفتاح التدريجي شايفه اي اللي بعد 2003 فعلينا انه نتعامل مع هاي الحاله زين مال انه انا اجي اقدم لي اغنيه
تصعب على المتلقي العربي راح وقتي وجهدي يضيع بلاش. زين، انا اريد اخلي العراق الاغنيه العراقيه تصير نمبر 1 بالوطن العربي. حلو، اوكي زين، علي انا اسهلها حتى لا انت هسه ايش تعتبر شغلكم بذيك الفتره؟ شنو تصنف لي اياه؟ اصنفه كان شنو المرحله ذيك شو تسميها؟ اسميها تحضير للانطلاقه الاغنيه العراقيه بالساحه العربيه. حلو، يعني انا اسميها كانت هي مرحله تحضير لوجود هذا الوضع اللي احنا به حاليا. يعني انتوا مهدتوا؟ مهدنا انه تنتشر الاغنيه العراقيه عربيا. حلو، واشتغلنا على هذا الشيء، مو بس مهدنا يعني اشتغلنا وصارت الاغاني. قلت لك نزلنا اغاني قامت تتردد بكل الدول العربيه. اربع اغاني اريدك تذكر لي اياهن تقول هذه اني الاغاني كلش افتخر بيها. انا ادري كم هائل انت عندك، لا شوف، بس اكو اربع اغاني اريدك تذكر. هي شوف انا يعني يمكن انا قلت لك قبل يعني انه انا كلش يا عراق ترجع شيء اكيد بحيلك، كلش اعتبرها شيء مهم. ايقونه، هذه ايقونه بالضبط. عندي اغاني بالعاطفه ايضا كلش احبها، يعني مثلا روح براحتك عادي اللي غناها حبيب علي، مثلا اخاف يصير شيء بي اللي غناها صلاح حسن لا تنساني، يعني اخاف يصير شيء بي وما اشوفك بعد الان ما وصيك انا بكل شيء وصيتي بس لا تنساني، هاي الاغنيه اللي الثالثه. الرابعه والله بصراحه ما اريد وحده هيك تقول هذه، يعني حتى يصيرون اربعه. يعني انا يمكن صعبه من دونك اعيش اللي غناها حسن بس الله خلي نسمع هذه. انا يمكن صعبه من دونك اعيش بس اعلم روح اعيش بدونك، وخاف اغثك بالحلم لما اجيك راح اكف احلامي عن عيونك الله، وراح اظل عاقل ابد ما احكي بيك، خاف بالاول كنت مجنونك كنت من لحمي اقصلك من تجوع وكنت اداين وسد ديونك وكنت اسكت لو حكى وياي الغريب، خاف لا قلبك تجرح ظنونك وكنت اسميك الوفي لما تخون والخيانه تصيحني وما اخونك الله. ولا تقل لي انت اللي قلت وانت اللي حكيت، عاد اسوي انت شلونك. الله، احنا الحوار وياك يجنن صراحه، هدوء لقلبك يا حبيبي. راح نروح هسه المكان شويه نغير الباربيكيو نسويه يعني محضرين لك بعد اشياء حلوه، وهناك راح نسولف سوالف ثانيه. يلا يلا يلا. هسه احنا جينا هنا شويه اجواء تختلف بعد. اكيد وصلنا للسليمانيه طبعا بالمناسبه، من اربيل جينا للسليمانيه. يعني انا هسه كنت اسال دائما من نشوف انه مكان حلو كويس يقول لي عاد الجنه شلون؟ ما شاء الله جنن بصراحه. حلو، بس شويه بارده مو؟ هاي خدعتني بيها بدا. لو قايل لي انا ما ادري والله، لان اربيل شويه ادفى. ادفى اي فعلا، احنا سليمانيه بس سليمانيه شويه تختلف. ايش قد من وقتك مخليه للراحه مثلا يعني تسترخي بي تروح الاماكن مو بس شغل، ايش قد من وقتك مخصص؟ والله شوف انا باغلب الوقت ما اركز على موضوع الراحه، لانه انا معتبر انه يعني هي حياتي بشكل عام ما بيها ذاك الجهد الجسدي اللي يخلي واحد يقول انا خلي ارتاح شوي. يعني بس الانسان هم يحتاج يطلع يغير جو. جهد الفكر عندي هو اللي تعب بصراحه، خاصه الشاعر. يعني تقريبا كل فتره شهر اخذ لي خمس ست ايام ارتاح بيها. حلو، والخمس ست ايام متواصله، يعني اسافر مثلا اروح المكان ما رايحه قبل واقضيها يعني. حلو، هسه ما دام احنا بهاي الاجواء خلينا نحكي على الطفوله شويه. الطفوله يعني شو تريد اسال؟ اريد اعرف مدرستك وين كانت؟ مدرستي بالشعب الابتدائيه. تدري احنا بزمننا ما كانت قضيه الروضه، ما كانت مو معروفه، بس يجوز عائلتي يعني هي ثقافه الروضه مو كلش، يعني انا على اقل تقدير بعائلتي يعني عائلتي عائله جايه من الريف وساكنه ببغداد،
فبغداد منطقة الشعب اي كانت بها مدرستي اللي اتذكر اسمها عدم الانحياز. عدم الانحياز الاولى بلشت بمدرسه بالبدايه اسمها المروءه اي بعدين رحنا لعدم الانحياز. حلو أي. شون كان ضياء بالمدرسه؟ كنا دائما اعتباران طويل اي يقعدون باخر رحله اخر اي مشكله مو تدري انت باخر رحله وين من يقعد يمك اكيد كسلان فصارت يعني لا زين كنت انا كنت فتره من الفترات يعني بيرفكت باللغه العربيه كلش زين كنت اخذ درجات عاليه حلو فكان المدرس او المدرسه اللي او المعلم او المعلمه كانوا اذا هذا يعلم انا اقوم ادرس الطلاب اللغه حلو ايه زين كان وكح لو عاقل لو شنو يعني مكس ما بين الحالتين حرك حركي ها احب اتحرك احب أسوق. عندك مشاكل اتحرك دائما إيه واطلع دائما انا الفايز بس مرات هوايه انغلب يعني اي تدري انت مرات بالاشياء هوايه اكيد كل شيء تسقط يعني زين اهلنا ليش دائما من تصير هيك اشياء راسا ضدك يصيرون قبل اي انت وكيح اي يذبها براسك انا خو امي امي اي غلطه باي واحد يسويها انا اطلع انا تطلع انت الغلطه حتى لو ماني ما موجود انت ليش ما سويت فلان شغله يعني دائما تذب الصوج العتب بعد الابتدائية اي متوسطة متوسطة هنا بدأ عندك شعر لا بعد بدأ ها بدأ هو انا شوف خليني احكي لك انا بعدني بالابتدائية وبلشت عندي هاي الـ 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 يعني الرغبة انه اكون شاعر زين هذا هاجس يعني انا كاتب ورقة عندي خلي بيها اسماء خلي اروح هناك اريد اكتب لهم يعني شلون؟ يعني اسماء مطربين اي اريد اكتب لهم اتمنى اكتب لهم هاي بيا مرحله هاي بعدني بال يعني بدايه المتوسطه خلي اكون صريح وياك اي يعني انا من النوع اللي كان يفكر انه شلون يوصل نفسه لعامه الناس بشكل ابسط يعني زين واسرع اول اغنيه كتبتها ايش وقت بال يعني بالس يعني بشكل دقيق كانت يعني بال 92 94 بيا صف كنت ذاك الوقت كنت يمكن بال يعني اعداديه يعني اعداديه اي اعداديه كنت ما اتذكر بالضبط هاي الحكي انت ملتقي بشعراء اي طبعا ها اي طبعا ملتقي بشعراء و يعني حاكين وقاري وسامعيني وسامعهم حلو فكتبت يعني بس الاغنيه اللي شكلت يعني اختلاف وبدايه مشوار حقيقيه بال 97 اللي هي كانت اغنيه على خدي القاسم السلطان اها على خدي احط ايدي واعاود اي يعني هي هاي اللي بلشت من عندها المسيره نعرف ضياء احنا نعرف ضياء اي اي زين بالاعداديه انت عندك هاي اللهفه وعندك هاي الهوايه ايش قد ساعدوك بهذا الموضوع منو اللي ساعدني انت ما عود اسال هو شوف اللي ساعدوني مو هوايه بس الله يرحم والدي هو الحافز الرئيسي كان القضيه يعني ما رحت الشاعر يابا اني هذه كتاباتي صح شوف لا دقيقه يعني حتى لا يعني ايه؟ حتى نعرف من حقوق الناس يعني اي كان بوقتها محمد الرحيم الطائي واكيد تحيه لمحمد الرحيم الطائي الشاعر محمد الرحيم الطائي من الناس اللي شاركوني ب يعني خلوا رجلي على طريق الاغنيه زين محمد الرحيم الطائي اي من الناس اللي ساندوني ايضا ما يفوتني الذكر الاستاذ الشاعر الغالي والكبير الاستاذ محمد المحاويلي واكيد تحيه لمحمد رحمه الطاي ومحمد المحاويلي واللي يعني اللي 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 ساهم بانتقالي بقوه من القصيده للاغنيه الشاعر الكبير وبلا منافس اي اسعد الغبيري وتحياتنا للشاعر الكبير من اهم الشعراء للاغنيه بصراحه هاي الناس سندوا ودعمه
ودافعوا عن حقية ضياء بالاستمرار بكتابة الأغنية. زين بما أنه إحنا راح نروح ننتقل لمكان ثاني يعني هو قريب حتى تمارس طقوسك يعني بهذا ال... أنا بالباربيكيو مو طبيعي راح نجرب وهناهم بردت أنت شوية. لا شنو أحكي لك، أنا مرة شويت بالبيت عندي إيه سعود سويت كباب كله وقع كله وقع. لا أنا هسه شوية سهلت وياك لغين الكباب اي شوي لا تكة حتى اسهل حتى ما توقع حتى ما توقع اي الناس الكادر كله ينتظر التكة مال ضياء الميالي يا بشوف راح نشوف التكة شلون يشويها والطعم بعد هم يحكمون. بس اذا طلعوا حكوا عليه ترى انت مارس هاي الاشياء غير بالبيت؟ بالبيت هي نسويها بس زين تدري خاصة بالحظر شوية هواية تسوي له اي حظر كل شيء يسوي له كل شيء ايوه يلا خلينا نروح يلا هسه نجرب نذوقه يعني هسه اذا بعتقادك استوى انا شو اشوف هذا هذا السيارة عندك؟ هذا عليك ها حار مو؟ هذا مو بس السوى هنا شباب عادي شوي يصير محروق؟ شباب ما لنا علاقة، المطعم ما له علاقة بهذه الشغلة رأسي متبرر بعدين ها قاسي هذا الدجاج قوي مو يعني مو ايه اصلا من ساعه خلت واحده طيبه كان ايه هاي ليش قاسي هاي الامور القاسيه مرات تمر علينا بالحياه شوي ايه فهي جزء مره بظروف قاسيه نشيل لا ترى لا لا شيء جديد يعني المطعم مو سهل هذا لشوف لشوف التكة تكة ضياء الميالي بسعر مناسب جدا اخوان ببلاش بلاش فكر هيك يسوي شوف لا انا مال نسوي مطعم انا غير جيد بهاي الاشياء بس انت مو تشوف الفنان يحتاج لمصدر مالي ما اشوف هاي القضيه إيه؟ بس مو هي انا احكي لك عن اللي اعرفه يعني انا مو صاحب خلق على هاي الاشياء يعني اكو تفاصيل ثانيه اكثر بساطه شنو ممكن يعني ممكن انه مشاريع تجاريه بيع وشراء وهيك شيء وشراء وهالشغله محظوظ بهاي السوالف يعني زين بيها يعني أنا بيها مبلش إن شاء الله حاجتك تنباع؟ إيه الوقت اللي أريد أبيعها تنباع ها إيه أكو ذولا يعني ما أدري أكو في التقاليد عندنا إيه عندهن يقولون مثلا تشتري الحاجة يشربون عليها ملح بس الملح ماكو على التكة ما يحطون وين الملح هو؟ شوف يقولون هاي تنباع بسرعة لا شوف هذا ما لها علاقة ما له علاقه يعني خل احكي لك احنا كل الاشياء التقاليد اللي توارثناها من اهلنا اللي تخص هاي التفاصيل تفاصيل الحظ وما حظ انا يعني مو وياها صحيح انت ما على انا اشوف انا اشوف انه كل الاشياء الله كاتب لك انه ترزق ترزق ولا الملح ما راح يجيب لك رزق الله كاتب لك وتقاليد يعني يطبع عليها ملح ما ادري بس هو الملح يجيب لك الطعم الطيب انت تجيب لك مثلا تبيع سياره حط عليها ملح راح اشويها يعني هم عندهم ايمان يعني بهاي الاشياء زين انت زين حاجتك تنباع الحمد لله جربت؟ اي لا انا عندي شغل يعني الحمد لله ها يعني ماشي تقريبا الحمد لله هنا مو شويه احسن حتى يعني مرات الفنان هم يعني من يصير عنده جانب ثاني ما يتوازى يشتغل اي شغل اي شوف يكتب اي شيء يعني شوف خل احكي لك بالنتيجه هو الحاجه ام الاختراع أي. يعني انا محتاج ماده حتى اكون عايش مترف اي وما احتاج لاحد واعيش حياتي بشكل يعزني ويقيمني بشكل افضل
لازم أنا أسعى لهذا الموضوع ولازم أبتكر حتى ألقى الأشياء اللي صح اللي تتطور وتزيدني مادة وراحة. فعلا تعرف أنت الفلوس هي صارت مصدر راحة الإنسان، يعني مو صارت هي من زمان. أي يعني يراد لك أنه تبتكر بأشيائك، وحاجتك للابتكار هي اللي تخليك تبتكر. صح. يعني أنا قاعد ومترف وكل شيء ما عندي والأمور طيبة وما راح أسوي شيء، مرتاح. إيه ما محتاج. ما محتاج، لكن إذا الحاجة تجبرني على إنه أنا أسوي شيء، إيه؟ أسوي هذا الشيء. تجبر. تجبر. صح. وبإبداع الموضوع يكون. حلو. شوف الجو صار أحسن قبل شوي. إيه كلش هدأ. حتى الهواء خف. والملح. الملح وينه؟ يمكن إجى الملح والله. يعني معقول إحنا منتظرين هذا الملح؟ زين إحنا بين ما ننتظر الملح. إيه. اكو فد اختراع مهم. إيه؟ اللي هو المي. الشاي. الشاي احنا ما صرنا لازم نحضر الشاي. على فكره الموضوع الشاي اي هاي خالين بي مي. اي موضوع الشاي انا كلش احبه. ها اي جدا. يعني على الفحم لو باي طريقه؟ يعني هو اذا كان على الفحم يكون افضل. اي يكون باي طريقه ماشي عند الامور. اهم شيء شاي. اهم شيء شاي. هذا هم كمل تقريبا الطماطم خلينا نشيلها. اي هسه حكينا بهذا اللي راد لل نشف نشف من هذا من الهواء. يلا يلا بلال وين ملح؟ يلا هسه هسه تاخرنا معود تك راح شويه جبت لك. يلا 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 اعطينا اعطينا يلا ملح ملح بس نزل. يلا يلا تمام 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 قال بس ندير لك هنا شويه. ايه نقلبها. ايه الشاش ممتاز. تدري يعني اهم شيء التكه طبعا. يلا يلا يلا, يلا. هاي تفضل طيني طيني هذا لي وحده. ايه لطيف. ايه هاي واحد صاحبنا اسمه نوري. ايه هذا نوري مو تعلي يحب اللي ايه. ليش ما خبرت لنا ماهر؟ ماهر؟ ايه ماهر هسه اذا خبرناه يجي يمكن يجي. وين هو مو هنا؟ لا قصدي يعني بس الجواز. ايه هاي شي راد ان احنا فد حركه الحركة مع المهفة قوية. اي هاي لا هاي نار اكو كل المهفة تجي هنا توصل. اها حتى الشاي هذا يستوي رأسا مرخصتك. هاي شغلة المهفة علي يا عوفة. يلا هم بيها قواعد هي هاي لو والله لا قواعد ولا شيء. اه هف هف والله كل وصل هذا خلاص. شايف الريحة مالتكي فتشي يعني ريحة رهيبة. معزومين يا بني. هذا شيش بعد ليش مخلي. وش شو اليوم؟ الشباب كلهم كلهم الشباب قالوا عاش ايدك. هاي برضه. ايه. تسمعت هاي؟ خليني اجيب الشاي. يلا. هسه الشاي سويت لك اياه يعني حتى لا تقول بس انت تشوي وتتعب. عمان انت تعبت بالشوي. اه. الشاي هذا مية خليب القوري. انا وقفنا قطعنا اللحم وشيشنا. صح. شوي. شكر زايد؟ شكر زايد يلا. لا من كاف كاف. اه اي والله زين. اوه واي هذا كافي اوكي. طبعا شاي على الفحم شباب. هذا الشاي على الفحم شي يعني غير موضوع. مو هو يصير ختامه صدق مسك. انت تحب الامور الختاميه تهتم بيها؟ والله على قولتك ختامها مسك. انا اريد ختامها شاي. ختامها شاي. ختامها شاي مهيل بالهيل.
طبعا انت تخيل انه هو بي هيل. يلا اعتبرنا تخيلت. اي اعتبره بي هيل. اكثر شيء انت من النوع اللي تحب الشاي لو القهوه؟ والله اثنيناتهم احبه، بس انا لاحظتك تحب الشاي اكثر. فعلا احب الشاي. اي يعني قريب للشاي. اكو بغداد كانوا ناس يسوون شاي كلش طيب. اي منطقه الكسره. انت تعنى على مود اشرب شاي طيب. تعنى لاي مكان على مود اشرب لي سكان شاي طيب. حلو. ما تخدر انت شاي بالبيت شيء؟ اخدر عادي. اي اخدر وابتكر بالشاي يعني. شلون؟ اسوي خلطات. اكو يخلوني ادارسين اكو كل شيء. كل شيء لان كلهم مسوي هنا. والله. اي والله. بس انا اقول لك اكو انواع، مثلا هذا شاي بالعطور، هذا شاي كذا، شاي عادي اخبطهم. اي يطلع شيء شيء الخليط يطلع النتيجه حلوه. اي اشوف والله شاي شلون. لا عم الشواسه. شباب شاي شلون معودين يعني؟ زين. لا هو زين زين. اي بس الشوي احسن. الشوي بصراحه قوي. بس شنو انا حارق هذا الشيش هذا شو هذا؟ مو ابو مصلحه. زين يلا اريد اعرف بختام الحلقه. نعم. شنو جديد ضياء؟ عندي مجموعه اعمال ويا حسام الرسام. اي وعمل ويا حاتم العراقي. حلو. وعندي أغنية جديدة لحسين الجسمي إن شاء الله. إن شاء الله. ومالي المهندس. أها. إن شاء الله. حلو. خوش. إن شاء الله عن قريب. إن شاء الله عن قريب تنزل. يعني عمل ماجد المهندس. إن شاء الله. حلو. ألحان منو؟ ألحان ميثم علاء الدين. لي ماجد المهندس واللي حسام الحان حسام المسر. حلو. انت هم جت فتره عملت هوايه ويا علي بدر. علي بدر صديقي، صديق البدايات، فطبيعه الحال انه اتعامل وياه يعني. اي بكثره. حلو. طبعا علي بدر له مكانه مهمه بالملحنين، بس طبعاً هو مقل بالالحان. مو شوف خل احكي لك، دائما المقل يصير انجازه نوعي. اهم نوعي أكبر. نوعي. إيه هو فعلا هو مبدع صراحه. تحياتنا تحياتنا. احنا ذكرنا كل الملحنين بس لازم نذكر اصلا يعني طبعا اخويا وحبيبي وصديق البدايات. اي واللي انا جدا احبه واحترمه بالمناسبه. يعني علي بدر متعاون، انسان متعاون يعني، مو بس ويا الشعراء ويا الملحنين او ويا الفنانين، ويا كل حتى ويا الاعلاميين. إيه يعني انا واقف لي هوايه سنة مرتب صراحة يعني. وفنان وراقب صراحة. اي شخصيات هواية حلوة اكو. وضياء الميالي يتعامل ويا اهم الملحنين واهم المطربين، وهذا طبيعي لكل فنان يخلق في طريق لطيف ومهم. وعلى الاقل انت يعني بصمة خليت الحمد لله بالتاريخ الاغنية. الحمد لله. شوف الواحد حتى يوصل لنتيجة إنه يترك أثر. إيه. هذا يراد له تعب ويراد له سهر وجهد متواصل حتى توصل لهاي القضية. يعني إحنا مرصة البرد اللي دمرنا. يعني كلش كنا حريصين إنه نترك بصمة. الحمد لله. خلي نختم بشعر. شعر لأن أنت بعد البرد أعتقد خلاص قفلت. راح أقول لك شيء صغير حتى ما نطولها على البرد. أنا أدري تحبني، أنا أدري تحبني بس كذب مثلي، لأن كلك أحبه وعاشقك كلي. الله. ومن قد ما أحس عيوني لك تشتاق. إيه. احقد علم راي شافته قلبي. الله. عجيب اللي احترق لك ما تشعل ضوء بقلوب خدك. ما تشعل تجلو احس كل من مات اشعل مهلك والعلي وداكي. الله. وتحياتي لكم. الله. احلى لقاء كان واحلى جوله شويه بيه برد. بردنا والله. بردنا بصراحه. انا اشكرك.
يعني تحملت ويانا كل هذا التعب. الله يخليك. وفعلا هذا الفنان اللي دائما يعني يتواضع ويتحمل ويعرف قيمة العمل، وهذا يعني صدق ضياء الميال. اليوم تعامل ويانا بطريقة كلش حلوة، تعبناه وتأخرنا عليه بهواية أشياء، بس هو بقى ويانا لآخر لحظة. وبالمناسبة حتى بالكواليس يجوز ما صورناها، بس هو واحد واحد بالكادر سواله شيشة لحم وتكه وهذا وطاه. إلى يعني أخوتي بصراحة. فعلًا هذا شيء يحسب لك. أنا أتشرف بكل واحد هسه ورا الكواليس، يعني لازم كاميرا وتابع الشغل. دول ناس المفروض إن واحد يقدرهم ويحترمهم وينقيهم اللي يستحقونه من التقدير. وتحياتي لكل واحد يتعب حتى الناس تشوف شيء حلو وجميل. هذا هدفنا. وشكرا لك بلال لانه استضافتنا بهالبرنامج الحلو. لا بالعكس، ثانيه ممنون. وان شاء الله يا رب تكون الحلقه خفيفه يعني. ان شاء الله ان شاء الله. يلا خلينا نروح بعد. يلا خلينا كتبنا البرد بلال. ناخذ الشاي ونروح. يلا هو هذا الشيء الوحيد اللي مصبرنا عليه. خلي دفينا شويه. يا شويه. يلا مع السلامه. وين؟ باي.